يريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الطرف الآخر الكفار الذين لم يؤمنوا بالله، آمنوا بالدنيا، آمنوا بالمصالح لا بالقيم، ما ملخص خططهم من آدم إلى يوم القيامة؟ آية واحدة جامعة مانعة فيها وصف لكل ما يخطط له أعداء الدين من قديم الزمان إلى نهاية الدوران. الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كل الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام لتغيير هذا الإسلام، تغيير هذا القرآن، يريدون إسلاماً كإطار، كتقاليد، كعادات، كأحكام فقهية، أما منهج كامل يقوم على أسس معينة هذا مرفوض. لذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. لا شك أن أعداء الإسلام يئسوا من إلغاء الدين. الدين أقوى من أي شيء في الأرض، بل إن الدين كلما حاولت أن تطفئ نوره ازداد اشتعالاً، كلما حاولت أن تقضي عليه كمن يحاول أن يطفئ النار بالزيت. إذاً وصل هؤلاء إلى قناعة أنه لا سبيل إلى إلغاء الدين. الخطة أخذت شكلاً آخر، يمكن أن نلغي السنة، وهناك ما يسمى بالقرآنيين إلغاء السنة، مع أن السنة مكملة للكتاب، مع أن القرآن الكريم يأمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذاً أول محاولة لتفتري علينا غيره إلغاء السنة. المحاولة الثانية تأويل القرآن تأويلاً ما أنزل الله به من سلطان، تأويلاً يخالف مفهم السلف الصالح، تأويلاً يخالف ما فهمه الأصحاب الكرام والتابعون وتابعو التابعين في القرون الثلاثة الأولى. الاتجاه الثالث إصدار فتاوى تحل الحرام مهما يكن كبيراً، ولو كان الحرام أكل الربا، عن طريق إلغاء السنة ثم التأويل ثم الفتاوى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا فعلت هذا وإذاً لاتخذوك خليلا. عندئذ يكون الصلح وتطبيع العلاقات، لمجرد أن توافق على أن تفتري علينا غيره. جهد الطرف الآخر إلى يوم القيامة تغيير أحكام الدين، من أحكام واضحة قطعية من الكتاب والسنة إلى أحكام أولاً ضبابية مرنة ليست ذات معالم واضحة تغطي كل انحراف. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلذلك ينبغي ألا نثني إلا على إنسان كلامه مؤصل، يعني مؤيد بالكتاب والسنة. أما إذا جاء بكلام جديد مخالف للكتاب والسنة يكون هذا الإنسان أحد أطراف المؤامرة على هذا الدين. لذلك كل يوم
يطلع علينا إنسان يقول هذا حلال وليس حراماً، مع أن حرمته واضحة، مع أن الأمة أجمعت على تحريمه. لذلك هذا الذي يثير حوله شغباً وثورةً وانتقاداً وجدلاً هو واعي لما يفعل، هي صفقة قبض ثمنها. لذلك يحاول أن يدلي برأي لتحليل الحرام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أيها الإخوة، إذا كان المؤمنون طرف، الطرف الآخر هم غير المؤمنين، كل سعيهم وكل طموحهم وكل جهدهم هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني حينما تبدل الأحكام، الطرف الآخر الآن لا يريد إلغاء الدين الإسلامي لأنه لا يستطيع، لكن أمامه خيارات كبيرة جداً: أن يبدل في الأحكام الشرعية. فكل يوم تطلع علينا فتوى تبيح محرماً وتحل محظوراً، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً. المشكلة أن تخفف من هذه التكاليف، أن تلغي هذا الحكم، أن تسمح بالاستثمار الربوي، أن تسمح بالاختلاط، أن تسمح بالغناء، أن تسمح بالرقص. العبرة أن تتبدل الأحكام. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الإنسان أحيانا يتمنى أن ينتشر الحق، فلو تنازل قليلا وعم الحق الأرض هذا يعد مكسبا كبيرا، لكن الله عز وجل يلفت نظر نبيه إلى أنه ينبغي أن تبقى ثابتا ولا تتزحزح عن الأحكام الشرعية ولا قيد أنملة، لأنك إن تنازلت قليلا استمر هذا التنازل حتى أصبح القرآن رسما والإسلام إثما، وهذا ما يطمح إليه الطرف الآخر. يعني أقرب شيء إلينا هذا الشهر، هذا الشهر عند المسلمين شهر المسلسلات، شهر الولائم، شهر السهرات الرمضانية، تبدأ بالأذان وطعام الإفطار وتنتهي بالرقص مع طعام السحور. هذا الشهر شهر الفن، شهر المخالفات، شهر اللقاءات. رمضان يبقى والحج يبقى، كل شيء يبقى، أما الأحكام الدقيقة التي جاء بها القرآن والتي جاءت بها السنة ينبغي أن تتغير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. بمصر إيداع المال بالمصرف وأخذ الفائدة لا شيء فيه. طيب ما هو الربا إذن؟ الاختلاط لا بد منه. الفتاوى التي تصدر عن جهات معينة وعن ندوات فضائية شيء يلغي كل هذا الدين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاطب بهذه اللغة، فما بال أناس يريدون أن يتخففوا من أعباء هذا الدين
وقد ذكرت لكم في درس سابق أن كل الفرق الضالة تنتظمها أربع خصائص: تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف، أي تبديل الأحكام، واعتماد نصوص ضعيفة أو موضوعة، ونزعة عدوانية. كنت في مؤتمر إسلامي كبير، وهذا المؤتمر من تقاليده أن الضيوف يلقي كل واحد منهم في حفل الختام كلمة في دقيقة، 60 ثانية. اخترت هذه الآية لأن هذه الآية تمثل مشكلة الطرف.